طريق ثاني قدم ابي نظري فيني بس نظري فيني انحرج والله والله انحرج ايش عندك هالحين تدري ايش بدنا ابو سلطان جاء بتقول والله العظيم ما طلع ايش هذا ابو سلطان ابو سلطان اول شيء دق علي قال بالله ابي اي مخالفات انت تخيل تخيل عشان ابو سلطان طول ما جاء وبعدين تدرون كل بركات رجع البث في اليوتيوب تدرون ولا ما تدرون سالفه البث عشان ارجع ليه منقطع جبت العيد ها لا لا اثر من قطعيت ايوه اي بالله تمام اي قصر قصر اثرنا نبث احنا ما في اليوتيوب قصر قصر احنا ندلي كان في عائق في اليوتيوب ايه مضبوط مضبوط كان في عائق في اليوتيوب طال عمرك قفلوا بث اليوتيوب الحين كل بركه رجع اليوتيوب طيب صرف قرش الطحوس مترجع ابو طحوس رجع هذا الحين على دخل هو متطافي اصلا يعني ما تدري ما ندري والله ما ندري صدق احنا جدك يا رشيد احنا هنا ضبط مدهون الجحور احنا تدري احنا اليوم اللي عالم احنا اليوم الجمعه ولا بكره لكم ذات ايام ما حد يدري عنكم اخو العيال اتصادق ما حد يدري بس اليوتيوب طالع حسافه ثلاث ايام كنت مجتهد فيها انا ذي اليوم احنا حالتنا حاله ريالت جاكم ضيوف ما حد يدري ايش دراك ان جانا ضيوف شفناه في بث في تويتر الحين انتم مجموعه واحده صح لا لا وشباب الباقيين كمكم الحين تدري من مجموعه الحين الحين تسع من مجموعه الرجال ذا بس تسع يعني كم غايب واحد غايب 18 مهم غياب الربع هناك يسوون بوفات حق المسرحيه لا لا هذه كنت اسويها يعني يوم السابق كنت اقول اني راح اسجل صوت كان هذا كان تسعة 18 مستبعد اصلا 18 هم لا كل واحد عليه خصم 500 ليه الله يعين على غيابهم الفقره وخص فقره المفروض فقره رشيد طحوس يجي الخصم اعلى شوي لا لا عبدا انا فقره 1000 1500 صح